طبعا هنا بنتكلم عن موضوع العامل الخارجي. البالونة دي اتحدفت من المدرجات، واللي حدفها مشجع. المشجع هنا بيعتبر عامل خارجي، والبالونة هنا تعتبر عامل خارجي. لما تصطدم بها الكرة هنا يجب على الحكم ان هو يوقف اللعب ويستأنف اللعب بإسقاط. لو البالونة دي او لو اي شيء اخر اترمى في الملعب من احد الفريقين، يعني من دكة بدلاء احد الفريقين، هيتحسب عليه ركلة حرة مباشرة، لان ده تداخل في اللعب اذا كان من احد الفريقين، ولكن هنا البالونة من مشجع، فاذا هنا القرار هو ايقاف اللعب والإسقاط.